قال بعض أهل الاختصاص بأن الإشاعة هي تضخيم خبر حقيقي، خبر يكون صغير ولكن يتم تضخيم هذا الخبر بحيث يصبح خبراً مهولاً مؤثراً على نفسية الإنسان، وبالتالي الإشاعة خبر موجود حقيقي له أساس ولكنه مضخم. أما الشائعة، الشائعات هي أخبار مختلقة ليس لها أساس من الصحة، لا وجود لها، ولكن هذه الأخبار هي ملفقة تقدم للناس والناس يصدقون بها ويتلقفونها وينشرونها عن حسن نية دون التثبت طبعا من صحة هذا الخبر وصدقيته. الآن سواء قبلنا بهذا التفسير ما بين يعني الإشاعة والشائعة، هل هو تفسير صحيح إن نقول إن الشائعة بهذا المعنى والإشاعة بهذا المعنى، أو لربما هناك رأي آخر لغوي في هذا المجال؟ على كل حال الصنفان من مثل هذه الأخبار موجودان على أرض الواقع، الخبر الكاذب والخبر المضخم، ولكليهما الأثر السلبي. في سورة النور في أثناء الحديث عن قضية الإفك التي مست رسول الله صلى الله عليه وآله وأسرته، هناك حديث عن النوعين من الأخبار. قال تعالى في بعض هذه الآيات، والآيات طويلة التي عالجت، أنا اخترت فقط آيتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تلقونه، يعني هذا الخبر، إذ تلقونه بألسنتكم، ليس بعقولكم، بألسنتكم، يعني تعاملتم معه بشكل سطحي، ما فكرتوا أن هذا خبر حقيقي، هذا الخبر لو نشرناه ماذا سيكون أثره؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، تحسبون المسألة بسيطة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طيب ما هو الموقف الصحيح؟ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. الموقف الصحيح أن تتخذ قرارا حاسما. ما هو مفاد هذا القرار؟ بمجرد أن تسمع هذا الخبر قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. اقتل الخبر هذا، اقتله في لحظته، في مهده، قبل أن ينتشر. سبحانك، لماذا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. قد يكون إطلاق الإشاعة أو الشائعة في البداية، في بداية الأمر، قد يكون عن حسن نية، بل قد يكون مزحة، واحد يقط له نكتة يعني من باب المزحة وكذا، ثم بعد ذلك تتحول هذه المزحة إلى خبر والناس يتناولونه وتحول إلى حقيقة وتحليلات وغير ذلك. ولكن اليوم مع وجود شبكة الإنترنت واعتمادنا عليها بشكل كبير، ووسائل التواصل الاجتماعي وما ينقل عبرها، بحيث أن أكثر تصوراتنا عما يجري حولنا بات ينسج ويكون من خلال هذا العالم الافتراضي، هنا لا نستطيع أن نتعامل مع الإشاعة ومع الشائعة بحسن نية. علينا أن نبحث ماذا وراء هذه الشائعات والإشاعات، والتعامل بحسن نية معها هو نوع من السذاجة المرفوضة. اليوم باتت هناك قناعة بأن بعض الدوائر المخابراتية التي لا تريد خيراً بمجتمعاتنا أنشأت غرفاً خاصة لصناعة الخبر الكاذب والمضخم، الشائعة والإشاعة، بث هذه الأخبار، بل وإعادة بث أخبار قديمة وشائعات قديمة وإشاعات قديمة عفى عليها الزمن،
تقدم وكأنها حدث جديد يثار من خلاله أمر ما في وسط هذا المجتمع المستهدف. وبالتالي غرف العمليات هذه غرف عمليات متخصصة في هذا الأمر، متفرغة ولها ميزانياتها ولها أفراد يعملون عليها، لديهم من الخبرة ويعرفون ماذا يصنعون وماذا ينشرون وماذا يعيدون نشره. لاحظوا عندنا مثلا في الكويت بعد الحادث الإجرامي تفجير مسجد الإمام الصادق عليه السلام واللحمة النوعية، هذه الصورة على الأقل في ظاهرها الجميلة التي تكونت في الكويت، هذا التلاحم والتلاقي والتعاضد، لاحظوا كيف إن مباشرة كانت هناك حركة محمومة عبر الواتساب ووسائل التواصل من تويتر وغيرها، حالة محمومة من إثارة قضايا طائفية، مقطع هنا مقطع هنا، كلمة هنا تصريح هنا كذا. وأحيانا يعني أنا مرت علي يعني أريد مثل هذا الأمر، قلت لهم هذا مال هذا منشور المقطع أو الخبر قبل سنوات، من الذي يخزن هذه المعلومات وهذه الفيديوهات وهذه الصور على مدى سنوات؟ وإحنا نعرف يعني على كل حال هذه الأجهزة لها سعة ذاكرة محدودة وأنت تحتاج دائما أنك تحذف وتلغي، من الذي يخزن كل هذا الكم من الأخبار القديمة وغيرها ثم يعيد نشرها؟ إلا أن تكون هناك غرف معينة متخصصة تريد أن تحقق أهدافا معينة، من بينها تدمير مثل حالات التلاقي والتلاحم وغير ذلك التي تشهدها المجتمعات. هذا طبعا سلوك ليس بسلوك عفوي، بل هو سلوك مقصود وهناك مدروس وهناك ناس متخصصين وجهات هذا شغلها الشاغل وتريد أن تحقق هذه النتائج. المشكلة أين؟ المشكلة أننا نحن نتحول إلى أدوات تحقيق أهداف تلك الدوائر الخبيثة، غرف العمليات الخبيثة تلك، نحن نتحول كيف؟ بزر التمرير، نحن بزر التمرير من خلال عدم التثبت، بل أحياناً قد يكون الخبر صحيحاً ولكن لا مصلحة من نشره، هناك ضرر علينا نتحمل المسؤولية في هذه اللحظة. لا تمرر الخبر، لا تستسخف ولا تستسهل كبسة الزر التي تمرر من خلالها الإشاعة أو الشائعة ثم لا تصدق أيضاً. أنا بالنسبة لي ودائماً أكرر للإخوان، ما يصلني عبر الإنترنت عبر التويتر عبر الواتساب وأمثال ذلك، ما يصلني الأصل عندي هو الكذب أو تضخيم القضية، هذا الأصل عندي، ثم حتى يثبت عندي أحتاج إلى الدليل والبرهان، فإن لم يقدم أنا صراحة لا أصدق. فبركة بشكل عجيب، تضخيم بشكل عجيب، المسألة ليست مسألة سهلة، هذه ثقافة تتكون عندنا بمرور الوقت، معلومات قناعات تتكون ويكون أساسها وهمي. هذا جزء من الصورة، هناك جزء آخر أن البعض يريدون أن يهزمونا من الداخل قبل المواجهة، هذه صورة أخرى من الشائعات والإشاعات ليس هدفها التنازع بقدر ما أن الهدف الأساس هو أن يهزمك من الداخل، يحطم مواطن القوة عندك حتى أنه لو حصل أن واجهك في يوم ما لا تكون لديك القدرة للمواجهة، وهذا خطر آخر. هؤلاء يستعملون نفس الأسلوب، يطلقون الشرارة الأولى، مسألة جدا بسيطة، يطلقون الشرارة الأولى من خلال خبر أو مقطع فيديو أو صورة ونحن نتحول إلى الحطب الذي تشتعل فيه النيران ونشعلها عند الآخرين. عبيد الله بن زياد النص يقول ياب أربعة أو ثلاثة من الشخصيات المعروفة وأوقفهم على أطراف
قصر الإمارة في الكوفة، وكان الناس متجمعين بالآلاف يناصرون هانئ بن عروة داخل السجن ومسلم بن عقيل خارج السجن. كل اللي قالوا هالأربعة الثلاثة قالوا جيش الشام المتوحش قادم في الطريق، يا ويلكم. بس هذه ماذا؟ شائعة أو إشاعة. اللي حصل إن هؤلاء تخلوا عن قائدهم اللي هو هانئ بن عروة رئيس قبيلتهم، وتخلوا عن مسلم بن عقيل اللي كانوا مبايعين لنصرة الحسين عليه السلام. الأمر ما تطلب أكثر من أربع أشخاص، وكل واحد يتكلم في زاوية. ماذا حصل؟ اللي حصل هزموهم من الداخل قبل أن تكون هناك أي مواجهة. دكتور مختار التهامي، هذا أستاذ في الرأي العام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام الأسبق، عنده كتاب اسمه الرأي العام والحرب النفسية، يقول الهزيمة حالة عقلية بالأساس، مو على الأرض الهزيمة، الهزيمة بالأساس داخل نفسك. الهزيمة حالة عقلية، لأن من مهام الشائعات تهيئة الخصم للقبول بالهزيمة من خلال إطلاق الإشاعات التي تقضي على روحه المعنوية حتى يصل لدرجة تجعله يعتقد أن الحرب أنكى، يعني أشد من الهزيمة. والتاريخ يزخر بكثير من الشائعات التي غيرت مجرى الأمم وأقامت الحروب وشتتت الجماعات. ما كان الفعل اللي على الأرض هو له دور الأساسي، الدور الأساسي كان داخلي، واللي أدى هذه الوظيفة إن هناك استعداد شخصي عند الإنسان، أنت تقرر أن تمرر الشائعة أو توقفها. فالخلل هنا، ذاك ما يملك أكثر من الأفراد اللي مثل عبيد الله بن زياد استعان فيهم، أفراد، لكن نحن لدينا القابلية ونحن الذين ننشر النار التي تشتعل من خلال هذه الشرارة. في العراق في العام الماضي كارثة التي حصلت في الموصل مثلا، يعترفون، الكل يعترف أن جزء منها كانت هزيمة نفسية، صحيح كان في مؤامرات وكذا، لكن أيضا جزء مهم منها كان الهزيمة النفسية، بحيث أنه عندما يقال جاء التكفيريون، هذا المسلح النظامي المتدرب من القوات العسكرية وكذا يرمي سلاحه ويهرب، يترك دبابته ويسلمها ويهرب أو يستسلم، مقابل أفراد قلائل 300 شخص قالوا استسلم الآلاف من الجنود. كيف تحصل هذه المعادلة؟ هي هذه المسألة. تعلمون من أين جاءت؟ لأن كان هناك مقاطع فيديو وصور وأخبار، شائعات وإشاعات تم تداولها قبل ذلك بكثرة، بحيث أن هذا الإنسان يبقى هو إنسان، يعني شو يكون قدراته؟ سوبرمان مثلا، شو يكون قدراته؟ هو بشر بالنتيجة، صورته صورة إنسان وإن كان من الداخل هو شيطان، هذا قدرته قدرة إنسان، وتستطيع أن تقتله وتستطيع أن تواجهه وتستطيع أن تحجمه، ولكن عندما تنهزم نفسيا من الداخل أنت تسلم نفسك له وتسلم سلاحك له وتسلم قوتك له، وبالتالي يهزمك بأقل جهد وبأقل عدد. وهذا حقيقة الجهد الذي بذلوه قبل ذلك وما زالوا يبذلونه لهزيمتنا نفسيا، هذا يبين أن الذين وراء هذه القضايا ليسوا هؤلاء المتخلفين والجهل الذين يستعملونهم كمطايا للتفجير، ليسوا هؤلاء، وإنما وراءهم عقول، وهذه العقول عقول متدربة متعلمة، درست هذه القضايا وعرفت كيف تقدم وتصوغ الخبر، وعرفت كيف تصور بشكل محترف وبطرق محترفة لا يتقنها كل إنسان، وقدمتها من أجل أن تدخل الرعب والإرهاب في نفوس الناس. ولذا علينا أن لا نستسخف كبسة الزر في إمرار الخبر. الوليد بن عقبة جاء بخبر كاد أن يحصل من وراءه كارثة،
لولا رحمة الله عز وجل بين المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، لولا أن تدارك النبي الأمر وتحقق من المسألة وأرسل من أرسلهم، لماذا جئتم؟ قالوا نحن جئنا سمعنا أن هناك يعني أمر في خلل معين، لربما أنتم غزيتم، جئنا لننصركم. والخبر الذي جاء به الوليد أن هؤلاء جاءوا ليقاتلوكم. خبر واحد كان يسبب كارثة بين المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أمر من الله فتبينوا. وكم من أخبار تصلنا بالواتساب والتويتر، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ممكن واحد يقول طيب إن جاءكم فاسق، اللي وصل لي الرسالة أخي المؤمن المتدين معي في المسجد، أعرفه أثق به. صحيح، ما شكك في اللي أرسل لك الرسالة، لكن هذا اللي أرسل لك بمستوى المسؤولية؟ تحقق من الخبر، هو مصدر الخبر؟ عادة المسألة ليست هكذا، وصل لي شيء وأنا أمرر. نعم هذا متدين، ولكن هو تصور أن صحيح أنه يمرر هالخبر. قد يكون مرر لك مو من باب أنه هو مصدق بالخبر، مجرد يبي يقول لك شوف. فبالتالي المسألة ليست مسألة فقط أن الفاسق إن جاءك منه خبر فأنت مطلوب منك تثبت، خاصة اليوم مع هذا الزخم من المعلومات والأخبار والضخ لها ثانية بثانية، تحتاج أن تتبين وتتبين وتتبين وتتأكد، ومسؤوليتك أن تقتل هذا الخبر الذي هو شائعة أو إشاعة وهو في المهد. إننا بحاجة إلى أن نتعلم كيف نقتل الشائعة والإشاعة وهي في مهدها، تماما كما قالت الآيات الكريمة التي عالجت حادث الإفك: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. خذ القرار اليوم ولا تكن من أدوات الأشرار الذين يريدون هزيمتنا معنويا قبل أن يهزموننا على الأرض، والذين يريدون إثارة الفتن بيننا كلما تقاربنا وتلاحمنا. وتذكر أن الله سبحانه وتعالى حملنا مسؤولية الكلمة كما حملنا مسؤولية العمل، وقد نقف بين يديه عز وجل طويلا ولا نملك الجواب حين يسألنا: ألم تكن لكم عقول تفكرون بها؟ ألم يبلغكم قولي؟ ولا تقف ما ليس لك به علم؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى.